الفكره جات من وفاه ديال الام ديالي هنايا مدفونه في الرحمه، وكنمشي كل يوم الجمعه كنمشي نقي لها القبر ديالها، كنشوف الاهمال اللي كاين في المقابر وبالاخص المقبره اللي متواجده فيها الام ديالي. قلت كنضرب واحد المسافه كبيره ديال القبر ديال الام ديالي والموحد ديالها كلنا كننظفوا. قلت علاش انا هذا الاجر اللي كنديروا بوحدي علاش ما نشاركوش مع ليكيب نديروا ان شاء الله. واسست الجمعيه الحمد لله، وكان تفاعل مع الاعضاء ديال الجمعيه اللي نزهاء وكيحبوا الخير، والحمد لله واكبوا معنا جميع الانشطه. ومن بعد جاوا متطوعين الحمد لله، بدينا من 4 لـ5، دابا الحمد لله كنوصلوا حتى 70 واحد، 50 واحد، 80 واحد، كل مقبره على قبل الترونسبور اللي كيكون مسموح للمتطوعين يكونوا حاضرين معنا. الامكانيات صراحه الامكانيات من مال الجمعيه، من الخاص ديال الاعضاء ديال الجمعيه، ما عندناش منح ما كناخذوهم، ما عندناش مثلا شي دعم من شي جهه كتعطيها لنا، ما عمر شي دعم خديناه الحمد لله. كان بعض المحسنين اللي كيزودونا بعض المعدات اللي كيسهلوا علينا الماموريه باش كنديروا التنظيف ديال المقبره وكيشاركوا معنا الاجر. ولكن النشاط اللي كنقوموا به، جميع الانشطه اللي كنقوموا بها لا داخل مدينه الدار البيضاء لا خارج مدينه الدار البيضاء، من مال الخاص ديال الاعضاء ديال المكتب ديال الجمعيه. كنقلب على الاجر الرحمه على الوالديه، وكنمشي معاهم فين ما بانوا لي في الاول فيسبوك، مشيت معاهم حيت لهم ومشيت معاهم. حاجه واحده كضرني ان المقبره مزباله فيها، مسخه بزاف مقارنه مع المقابر ديال الاجانب، هادشي اللي كيبقى فيه الحال. حيت كيقول لك علاش غادا جايه مقبره الناس ميتين، ميتين ولكن راه ما حاسينش بينا ميتين، ولكن راه ملي كنشوف مقبره المسلمين راه مسخه. علاش كاين هذا الفرق بزاف؟ هذه ثاني مره اللي كنجي الحمد لله، وبان لي الحمد لله الامور غادا مزيانه، غادا وكنساهموا مادام جاوا الناس ديال المتخصصين ديال الجماعه الحمد لله عاونوا شويه. اما ذاك الاسبوع الصراحه راه درنا واحد التماره في سبيل الله، ودرنا واحد النداء الناس باش يعاونونا، والحمد لله هما نيت جاو، وما زعدنا انشطه اخرى ان شاء الله. كنجي راه اجر في سبيل اي حاجه في سبيل الله كرتاحوا فيها الحمد لله، لان هذاك اجر عند الله، خلاص عند الله سبحانه وتعالى ماشي عند العبد. دابا يا هذه نداء للجميع، الجمعيات المجتمع المدني ديال مدينه الدار البيضاء وخارج مدينه الدار البيضاء، خاصهم يواكبوا جميع الانشطه ديال المقابر، يدخلوها في البروغرام ديالهم، بالاخص المقبره اللي كتكون متواجده لها واللي كيكونوا مدفونين فيها عائلاتهم والاسره ديالهم. كما هنا بعض الجمعيات صراحه مشينا شاركنا معاهم في انشطه خارج مدينه الدار البيضاء وشجعناهم وعطيناهم فكره، وكيتواصلوا معنا جمعيات بعد الحمد لله. الصدى وصل هذاك الشيء اللي بغينا، ومازال غنوصلوا ان شاء الله باش تولي المقابر ديالنا كتنافس المقابر الاجانب. كنقول لهم اللي عنده شي قبر في شي بلاصه يمشي يزورو وينقيه، اللي عنده شي واحد عزيز عليه باه ولا مو ولا واخا يكون عمو خالو يمشي يزورو وينقي داك القبر، وحنا تا هو غيتخشى في هذيك الروضه. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.